دانت المملكة المتحدة بأشد العبارات هجوما إيرانيا على مقرات تابعة لأحزاب معارضة كردية إيرانية في شمال شرق كردستان العراق أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه قصف مقرات الأحزاب الكردية بسبعة صواريخ من داخل إيران ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات بينهم قياديون في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وفقا لموقع ذا نشن قال متحدث باسم الحكومه البريطانيه ان المملكه المتحده تدين باشد العبارات اعتداء ضد البعثات الدبلوماسيه بما في ذلك تلك الخاصه بالولايات المتحده التي وقعت في البصره وبغداد خلال الايام الماضيه